الوثيقة العربية ذاكرة الأمة، لأنها هي المصدر الأصدق والأدق للمعلومات، وهي التي تنعش ذاكرة الأمة وتجدد خلاياها لتكمل مسيرتها وتنتج حضارة دائمة ومستمرة للإنسانية كما كانت على مر العصور. فقد تم تخصيص يوم 17 من شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام ليحتفل فيه أبناء العروبة في كل أنحاء الوطن العربي بيوم الوثيقة العربية. أولاً يجب أن نبدأ بأن نقول فيما يتعلق بالدول العربية أن ما يربط بين الدول العربية هي اللغة والثقافة والحضارة والتاريخ. له دلالة سياسية هامة وله رمزية، أن القضية الفلسطينية والتاريخ والتراث والذاكرة الفلسطينية تحتل مكاناً أساسياً في فكر وتفكير وعمل الجامعة العربية، فهذا بالنسبة لنا شيء مهم نقدره على أكمل وجه. الاحتفال بيوم الوثيقة العربية هو الواقع احتفال بحفظ تراث الأمة العربية، ويأتي هذا العام الاحتفال ضمن مبادرة تلبية لمبادرة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية باعتبار عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني. ولأن أمتنا تشعر بالانتماء المشترك والمصير الواحد وتفخر بتاريخها العريق، وعصرنا هو عصر المعلومات والتجمعات والتكتلات الضخمة والثقافة المشتركة، والتي تعد إحدى أهم الأسس لبناء استراتيجية جديدة للمعلومات، لذا كان يوم الوثيقة العربية يوماً يفتخر به العرب في كل مكان، سيما بيت العرب جامعة الدول العربية، والتي بدورها نظمت احتفاليتها السنوية بيوم الوثيقة العربية في 26 من أكتوبر تشرين الأول برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وبحضور كوكبة ونخبة من كبار المسؤولين والمثقفين العرب، إدراكاً منهم بأهمية الوثيقة العربية كمناسبة هامة ودعوة عربية للبحث والثقافة وجمع المعلومات والوثائق. الحقيقة أننا رأينا أن التراث العربي أو الوثائق العربية يأتي جزء منها مسلوب منهوب منزوع من قبل الدول الاستعمارية والأجنبية، ثم الجزء الآخر يعني منتثر في عدة جهات، وارتأينا تجميع هذه الذاكرة للحفاظ على ذاكرة الأمة العربية. وبما أن عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، وباعتبار القضية الفلسطينية هي شغل الأمة الشاغل وهمها الأكبر، فلم تكن القضية الفلسطينية غائبة عن يوم الوثيقة العربية. فعلى هامش فعاليات الاحتفالية والتي أقيمت في القاعة الأندلسية بجامعة الدول العربية، تم افتتاح معرض مصور بعنوان فلسطين في الوثائق العربية. في نفس الوقت هذا العام كما قررت جامعة كما قررت الأمم المتحدة هو عام تضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يقاسي مقاساة لم يشاهدها أحد في القرن 21، 47 سنة من احتلال بغيض لا يرغب أن يحمل عصاه ويرحل. فالآن كلما أثيرت القضية الفلسطينية وهناك عدد من الكتب الهامة والوثائق متوفرة، وكلما جاءت فرصة لتأكيد هذه الحقوق فهذا يصب دائما في شرح الشعب الفلسطيني. ويأتي اهتمام الجامعة العربية بالحفاظ على الوثائق الفلسطينية ضمن استراتيجيتها لمواجهة المحاولات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة لطمس الهوية الفلسطينية والعبث بتاريخ الشعب الفلسطيني وتشويهه وحقه في أرضه المختصبة. نحن نريد أولاً أن نفهم لماذا تسعى إسرائيل لتدمير وطمس هذه الوثائق، لأنها هي الدليل الدامغ والتاريخي والشاهد الأساسي على حقنا في فلسطين، على حقنا في وطننا، وبالتالي هم يسعون سعياً حثيثاً لتدمير كل ما يمكن أن يثبت صلتنا وعلاقتنا التاريخية وحقنا التاريخي في وطننا. ولذلك نحن لدينا رؤية ولدينا خطة لاستعادة هذه الوثائق واستعادة كل ما يثبت حقنا التاريخي في فلسطين، فالعمل يجري
على أكثر من صعيد، على صعيد الفلسطيني، على صعيد العربي، ولنا اتصالات أيضا مع دول أخرى لمحاولة جمع كل ما تحاول إسرائيل إخفاءه من أدلة على حقنا وملكيتنا لوطننا. ولأن الحفاظ على الذاكرة العربية القومية يعني تدوين ما حققه العرب من إنجازات في كافة المجالات، فقد كان من الضروري الحفاظ على الوثيقة العربية ووضعها ضمن المشروعات الكبرى التي تعمل الجامعة العربية على دعمها بشتى الطرق. عندما تتحدث عن الوثيقة الفلسطينية فأنت تتحدث عن الجزء الذي ينوب عن الكل، فأنت باختصار تتحدث عن الذاكرة العربية القومية بكل معنى الكلمة. الحفاظ على هذه الذاكرة مهم جدا، حتى تتذكر أمجاد ماضيك، لا لكي تتقوقع في الماضي، وإنما لكي تعرف تحديات الحاضر والمستقبل وتكون قادرا على مواجهة المستقبل وتحدياته. ومن ثم فاسترجاع الماضي هنا يمثل قوة دافعة لك للانطلاق إلى المستقبل. دعمها دائما هو بيكون بإثارتها والتأكيد عليها والتضامن وتبادل المعلومات. ولأن الحفاظ على الهوية الفلسطينية والموروث الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني يمثل أولوية كبرى، فقد كان للوثيقة الفلسطينية مساحة كبرى في يوم الوثيقة العربية. قضية فلسطين التي هي اليوم موضوع هذه الاحتفالية هي القضية الأخطر والقضية الأهم بالنسبة للعرب وللمسلمين عموما، ومعروف أيضا أن قضية القدس تأتي في قلبها. نحن الآن نشاهد ما يحدث للقدس وما تتعرض له القدس من هزات كبيرة من قبل الاحتلال. إيمانا من مصر بأن قضية فلسطين هي قضية أهم مركزية بالنسبة لها، وهي قضية أمن قومي مصري بالدرجة الأولى، فضلا عن العلاقات التاريخية التي لا يمكن نسيانها على الإطلاق. فالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية محورية وحاسمة، وهي في نخاع وتلافيف ذاكرة كل مصر. اختيار فلسطين في الوثائق العربية لتكون عنوانا لهذه الاحتفالية لها من الأهمية بمكان أن نذكر أن قضية العرب المركزية في فلسطين يجب أن تنال كل دعم وكل جهد لكي نجمع وثائقها من كل بقاع الأرض. هناك حق مسلوب من الوثائق الفلسطينية سلبتها إسرائيل، وأصبحت هذه الوثائق لديها، وهي تثبت كل الحق العربية في أراضيها وفي تاريخها وفي سيادتها وفي إقامتها لدولتها المستقلة. هاي المحاولات لطمس هاي الهوية هي طمس لتاريخنا. نحن في المنطقة العربية نعتبر من أقدم شعوب العالم، وإذا نظرنا إلى الدول العربية نلاحظ أنه حتى المدن العربية في المنطقة العربية هي من أقدم مدن العالم. فبالتالي يعني الوثيقة هي تتحدث عن تاريخنا، ومن غير بلا تاريخ إحنا بنكون بلا حاضر ولا مستقبل. أردنا أن نسلط الضوء على أهمية الوثائق العربية وبالذات الوثائق الفلسطينية، ولهذا تم تخصيص هذه الاحتفالية لتكون فلسطين في الوثائق العربية، وتم العمل حثيثاً لإعداد هذا البرنامج والتواصل مع دور الأرشيفات والوثائق العربية من أجل إعداد معرض وثائقي متكامل ومتنوع تشارك فيه الدول العربية، وذلك من خلال مساهمتها بمجموعة من الوثائق التي تثبت وتؤكد على أهمية دعم القضية الفلسطينية، وأن فلسطين في قلب كل مواطن عربي، والجهود التي بذلت طوال دعم قضية فلسطين. وكشف هذا المعرض الذي افتتح بهذه المناسبة تحت رعاية معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما أولته الدول العربية من اهتمام، باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية. وفي هذا الإطار تعمل الجامعة العربية على دعم الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف أرابيكا، وتعمل على مساندة كافة قضاياه ومشروعاته القائمة على الحفاظ على الأرشيف العربي. أهمية ما تبنته الجامعة العربية أيضا من دعم لقضايا الفرع الإقليمي العربي، ودعوة الدول العربية إلى أهمية الانتساب للفرع الإقليمي العربي، وتأكيد الجامعة العربية
إلى مساندة الفرع الإقليمي العربي في قضايا أمام المنظمات والهيئات الدولية، ونعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تسهم فيها الجامعة العربية بمزيد من البرامج والنشاطات التي تنهض بدور الوثائق والأرشيفات العربية. قامت الأمانة العامة بتقديم هذا الدعم من خلال استصدار قرار من مجلس جامعة الدول العربية في شهر مارس الماضي بيقضي بدعم الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف. لذا تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والفرع العربي الإقليمي للمجلس الدولي للأرشيف على هامش الاحتفال بيوم الوثيقة العربية. ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها هذا اليوم تؤكد على دور الجامعة العربية في مساندة الفرع في برامجه ونشاطاته، كما إنها تؤكد مذكرة التفاهم على أهمية صيانة هذه الوثائق والمخطوطات وأيضا عقد البرامج والندوات والمؤتمرات بين الجامعة وبين الفرع الإقليمي العربي، وإعداد خطة تنفيذية بين الجامعة وبين الفرع الإقليمي العربي لإعداد برامج ونشاطات مشتركة وتبادل الخبرات وأيضا تيسير السبل للحصول على الوثائق العربية في الأرشيفات الدولية. والجامعة العربية ستساعد الفرع في هذا الجانب، بل ستعمل مع المنظمات العربية والإسلامية ومع منظمة اليونسكو ومع المجلس الدولي للأرشيف. فنعتقد أن هذه المذكرة التفاهم ستحدث نقلة نوعية، تسهم هذه النقلة في النهوض بالوثائق في الوطن العربي. كما إن الجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية لا تتوقف على المحافظة أو الحرص على الوثائق العربية، لكنها تعمل على استعادة الوثائق المنهوبة واستردادها. إحنا نحتاج إلى استرداد الوثائق الفلسطينية المنهوبة، وأيضا هناك كثير من الوثائق العربية المنهوبة اللي نهبت في كثير من الدول العربية مثل ليبيا والعراق وغيرها من الدول اللي بتشهد الآن حالات عديدة من الإرهاب والاعتداء على الممتلكات والاعتداء على المتاحف والاعتداء على دور الوثائق وسرقتها ونهبها. هي السرقة والنهب لهذه المناطق أو دور الأرشيف هي محاولة بالفعل لطمس الهوية العربية بالتاريخ. والأمة العربية اليوم هي بأمس الحاجة إلى الاهتمام بالتوثيق والمعلومات لبناء نهضتها الشاملة في شتى المجالات والدفاع عن حقوقها المغتصبة بالعلم والحقائق التي تدحض الافتراءات الكاذبة التي تبثها أبواق الدعاية الإسرائيلية في كل أرجاء العالم. كل الوثائق المعروضة فيه تكون من جميع الأرشيفات العربية، أن تكون دار الوثائق القومية بإعداد كتاب عن فلسطين في الوثائق العربية، ولذلك فقد اخترنا مجموعة من الوثائق تصل إلى ما يقرب من 500 وثيقة تم وضعها في كتاب مهم وضروري يطلق عليه اسم مصر وفلسطين في عام 47. هذا العام هو العام المهم والحاسم من العوامل المهمة والحاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية. لابد أن نوظف هذه الوثائق، وما عدنا كما قلت بحاجة إلى تأكيد أهمية الوثائق. هذه مسألة ينبغي أن نكون قد تجاوزناها إلى مسألة التوظيف، والتوظيف هذا لا يتأتى إلا بأن نجعل هذه الوثائق على مستويات عدة أمام الناس. هناك النخبة وهناك الدراسات الأكاديمية، هناك أيضا الرسميون، هناك أصحاب القرار. لابد أن يعوا أن هذه الوثائق لها دور، وأن هذا الدور لا يقل أهمية كما قلنا عن دور الأسلحة الأخرى التي ينبغي أن توضع في الحسبان. الإنسان لابد أن يجمع في يده كل الأسلحة، ومن هذه الأسلحة الوثائق. وقد كان من الضروري العمل على تلافي كافة السلبيات التي واجهت عملية المحافظة على الوثائق العربية خلال المرحلة الماضية، والعمل على تلافيها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير سبل دعم هذا المشروع التاريخي المهم. ورد حديث عن التقصير العربي، ولابد أن نشير إلى هذا، لأننا إذا لم نعرف عيوبنا لا يمكن أن نصلحها. فتقام الدنيا وتقعد إذا سقط مبنى أرشيف في بلد غربي مثل ما وقع في ألمانيا منذ سنوات قليلة، لكن أن يؤخذ أرشيف كامل ويحرق أو ينهب
ولا أحد يتحرك. وبالتالي إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كبيت للعرب مسؤولة عن الحفاظ على هوية الأمة العربية من خلال صون أو الحفاظ على تراثها الوثائقي. هذا الاحتفال الحقيقة بيوم الوثيقة العربية ليس بدعة أو لم نبتدعه الآن أو هذا العام. هذا الاحتفال تبنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، ثم على أساس أنه يكون يوم 17 أكتوبر من كل عام هو الاحتفال بيوم الوثيقة العربية للأسباب التي قلتها، لأنها ذاكرة الأمة العربية. ومن هنا جاءت الخطوة التي خطتها جامعة الدول العربية بيت العرب باعتماد يوم 17 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام يوماً للوثيقة العربية لشد أواصر الربط بين البلدان العربية ثقافياً وتاريخياً وحضارياً، لأن الوثيقة العربية هي ذاكرة الأمة. نشكر هؤلاء جميعاً، هذه المنظمات والأفراد وكافة الأطراف التي تسعى لحفظ واستعادة هذه الوثائق التي تثبت حقنا في وطننا في أرضنا، وأيضا تساعدنا في الحفاظ على ذاكرتنا الوطنية. فهؤلاء جميعا نعتبرهم أطراف وشركاء مخلصين وأناس أحرار يساعدوننا في الحفاظ على حقنا في وثائقنا وعلى حقنا في وطننا.